ولنقاش انتهاكات الاحتلال الصهيوني وقصف طائرات لقطاع غزة ينضم إلينا عبر الهاتف من هناك الصحفي الفلسطيني أيمن دلول. أهلا بك سيدي. أهلا بكم. بعد الغارات الصهيونية التي استهدفت أمس واليوم عدة مواقع جنوبي قطاع غزة وقبلها غارات أخرى في الأيام الماضية ردا على البالونات التي يطلقها الناشطين، ما مدى تكافؤ حجم الرد بالفعل المقاوم؟ يعني الواضح أن قوات الاحتلال الصهيوني تريد أن تظهر أمام جمهورها بأنها تقوم بالدفاع عن الجمهور الإسرائيلي بفعل هذه البلالين التي يطلقها بعض الصبية والأطفال الفلسطينيين هنا من قطاع غزة، فتنطلق صوب الأراضي الفلسطينية المحتلة محدثة بعض الحرائق. الواضح بأن قوات الاحتلال بدأت استراتيجية معينة خلال الأيام الماضية بأنها مقابل هذه البلالين التي تحدث حرائق تقوم باستهداف أراضي زراعية، أراضي مفتوحة، بعض نقاط رصد تابعة للمقاومة الفلسطينية في مناطق حدودية، وقد توقفت بالفعل عن استهداف مواقع للمقاومة الفلسطينية أو منشآت أخرى خاصة بعد تحذيرات انطلقت من غرفة العمليات المشتركة التابعة للأجنحة العسكرية للمقاومة الفلسطينية. فقوات العدو الصهيوني تريد أن تظهر من ناحية في عين جمهورها بأنها لا تزال تكبح جماح أهالي غزة، لكنها بالنظرة الأخرى وبتوازن لا تريد أن تشتعل يعني مواجهة عسكرية ما بين الأجنحة العسكرية في قطاع غزة والعدو الإسرائيلي، خاصة لظروف داخلية الجميع يعلمها داخل المجتمع الصهيوني، منها عدم الاستقرار السياسي في داخل بنية الحكومة الإسرائيلية. قبل الحديث عن سياسة داخلية في الحكومة الصهيونية، ما طبيعة وأهداف وسيلة هذه البالونات الحارقة التي يرى البعض أنها تترتب عنها انعكاسات خطيرة قد تؤدي بالنهاية إلى تصعيد عسكري؟ يعني في النهاية المواطن الفلسطيني الآن نحن نتحدث إليكم ونحن نعيش حظر الابتجوال لليوم الثاني على التوالي بعدما تم اكتشاف انتشار وباء كورونا خارج مراكز الحجر الصحي. ماذا يعني ذلك؟ يعني بأن قطاع غزة المحاصر منذ أكثر من 13 عاما الآن في وضع لا يحسب عليه بحسب تأكيدات منظمة الصحة العالمية التي كانت تحذر من ذلك. اكتظاظ سكاني هو الأوسع على مستوى العالم، وقطاع صحي شبه منهار، وحصار متواصل. ماذا يتوقعون من أهالي قطاع غزة الذين تواصل قوات الاحتلال الصهيوني الصديق عليهم، تواصل التلكؤ في تفاهماتها؟ هناك قناعة باتت لدى المواطن الفلسطيني بأنه ليس لديه ما يخسره من مواجهة مقبلة مع الاحتلال الصهيوني. يعني لا توجد مصانع تعمل، يخشى المواطن الفلسطيني أن يتم استهدافها، لا توجد منشآت حيوية المفترض أن يتمتع بها مجتمع قطاع غزة كسائر المجتمعات في العالم. كل هذه الأمور محروم منها المجتمع الفلسطيني، فعلى ماذا يخشى؟ باتت مسألة المواجهة العسكرية يعني لدى المواطن الفلسطيني مسألة لا يمكن تخويفه بها في ظل الظروف المأساوية التي يعيشها خاصة هذه الأيام، ولا ندري كيف تكون الأيام المقبلة. كما نتحدث إليكم عن انتشار وباء كورونا الآن، هناك أعداد بدأت تتسع رقعتها بشكل كبير في قطاع غزة. نتحدث في هذا اليوم هناك وفاة وهناك إصابات، ووزارة الصحة الفلسطينية حتى اللحظة بإمكانياتها عاجزة عن تحديد البؤرة التي انتشر من خلالها هذا الوباء. أيمن، يرى البعض أن القصف لا يستهدف الرد على البالونات التي يطلقها الناشطين، وإنما يأتي ضمن الدعاية لرئيس وزراء الكيان الصهيوني المتدهورة شعبيته، ما مدى صحة ذلك وارتباطه بالسياسة الداخلية لحكومة الاحتلال؟ يعني هذا واقع، هذا امر واقع. الواضح بان نتنياهو لا يريد ان يقدم تنازلات، ما ليست تنازلات، لا يريد ان يقدم بعضا من حقوق اهالي غزه حتى لا يظهر بانه يتنازل لها من نظر الجمهور الصهيوني، وكذلك يقوم بالرد على هذه البلالين. يعني نتحدث عن العاب طفوليه
يتم استخدامها من قطاع غزة تحدث بعض الحرائق صحيح، لكنها ليست بمستوى صواريخ. الصاروخ الواحد تكلفة أكثر من $60,000 يتم استخدامه للرد على هذه البلالين، بمعنى لا تكافؤ ما بين ما يستخدمه الفلسطينيون وما يستخدمه نتنياهو لمحاولة أصلا استعادة شعبيته المنهارة. أصلا في كل يوم هناك تظاهرات في القدس المحتلة وفي مدن الكيان الصهيوني، رغم أن الكثير من هذه التظاهرات لا تنقلها وسائل الإعلام، لكن واضح بأن الوضع السياسي والأزمة الداخلية والانتخابات الرابعة تلوح بالأفق أمام نتنياهو، وفشل كذلك في مواجهة وباء كورونا الداخلي بانعكاساته الاقتصادية على المجتمع الصهيوني، كلها أمور جعلت من نتنياهو في أزمة حقيقية ولا يتمكن من النجاح في أي من هذه الأزمات أمام الجمهور الصهيوني، فيحاول الهروب إلى الأمام. الخاصرة الأضعف له هي قطاع غزة، يقوم بعمليات استهداف في مناطق مفتوحة، وتوقف بالمناسبة منذ عدة أيام كما قلنا عن استهداف مقاطرات المقاومة الفلسطينية، لأنها خرجت بتحذير واضح بأنه إذا تم استهداف مرة أخرى لهذه المقاطرات سوف نرد على كل صاروخ يطلق علينا بصاروخ آخر. في ظل حملة الاعتقالات التي نفذت اليوم أثناء مداهمة منازل المدنيين في الضفة ورام الله، كيف يفسر تزايد الانتهاكات من قبل قوات الاحتلال مؤخرا؟ يعني في ساحة الضفة الغربية نحن أمام متغيرين، المتغير الأول هو تنسيق أمني تقوم به السلطة الفلسطينية مع العدو الصهيوني، تعاون على مدار الساعة تقوم بالإبلاغ عن أي عمليات للمقاومة الفلسطينية وللشعب الفلسطيني الذي يواجه ويقاوم الاحتلال الصهيوني دون مقابل تحصل عليهم من نتنياهو. من جهة أخرى العدو الصهيوني يدرك تماما بأن الفلسطيني لا يمكن أن ينسى أرضه المسروقة أو بلاده المسلوبة وأوطانه المنتهكة، لأجل ذلك يفكر على مدار الساعة في محاولة الدفاع عن نفسه، فقوات الاحتلال الصهيوني تلجأ إلى وسائل خبيثة في هذا الإطار، وهي نظرية أطلقت عليها منذ عدة سنوات، نظرية جز العشب الأخضر، بمعنى أنها تشتت جهود أي أعمال مقاومة من خلال تواصل عمليات الاعتقالات والمداهمات والاقتحامات لمدن وبلدات وقرى الضفة الغربية المحتلة على مدار الأيام، فتمنع الهدوء للمقاومين، وكل من يفكر بمقاومة الاحتلال تعتقل وتخرج وتعتقل وتخرج وتداهم، تحدث حالة من عدم الاستقرار في أراضي الضفة الغربية المحتلة، وكذلك تبقى تعيش في حالة من الهدوء. هكذا هي تتخيل. شكرا جزيلا لك صحفي الفلسطيني أيمن دلول، كنت معنا عبر الهاتف من قطاع غزة.